عندما قابل هنري كرة قدم. مرحبا كرة القدم. مرحبا هنري. كيف حالك هذا اليوم؟ أنا في أحسن حال هنري. هل تعلم أنني أحب القفز؟ أحبه لدرجة أنني قد أقفز إلى ما لا نهاية. كرة القدم. انظر إلى هذه، دودة صغيرة وظريفة تتمايل في مكانها، رائع. انظر، عصفور، إنه يطير، رائع. انتظريني كرة القدم. من المستحيل أن تهزمني لأنني الأفضل. لا، أنا الأفضل. لا، أنا الأفضل. لا، بل أنا الأفضل. واو، فردة حذاء كرة قدم، مدهش. مرحبا، كيف تسير الأمور؟ سنلعب مباراة كرة قدم وسأهزمه، هكذا تسير الأمور بالطبع. كيف لك أن تهزمني؟ أنا سأهزمك، ابتعد. الفريق الأزرق ضد الفريق الأحمر، ستكون أفضل مباراة كرة قدم على الإطلاق. يبدوان لي غير متفقين. أنت محق، ليس لدينا حكما ليحرص على لعب هذين بإنصاف. أوحيت لي بفكرة رائعة يا كرة القدم، سوف أغدو حكما لأحكم في هذه المباراة. هذه فكرة مدهشة هنري. حظا موفقا هنري، ستحتاج إليه. حسنا أيتها الفردتان، سنلعب هذه اللعبة بكل إنصاف، لذا يمنع التذمر والغش، احرصا على الالتزام بالقوانين. هل تعد عرقلة أحدهم غشاً؟ أجل، ماذا عن عقد رباط حذاء الفريق الآخر؟ أجل، هذا غش بالطبع. أرجوكما لا تضيعا الوقت بالكلام الفارغ ولنبدأ المباراة رجاءً. حسناً يا كرة القدم، لكن قبل أن نبدأ، ما هو أهم شيء عند ممارسة أي رياضة؟ الفوز. لا، بل المشاركة والاستمتاع. والآن فلنبدأ هذه المباراة. ها قد بدأنا، الكرة بحوزة الحذاء الأحمر، وفجأة يأخذها الحذاء الأزرق الذي يريد أن يسجل هدفاً. إنه يسدد، سيحرز هدفاً، لكن الحذاء الأحمر يصده. يا لبلاغتي. أجل، مهلاً، انتظروني رجاءً. وها قد عدنا، الحذاء الأحمر سيسدد وسيحرز هدفاً. هل سيفعلها؟ لكن الحذاء الأزرق يصده. نهاية رائعة للمنافسة. منافسة محتدمة. رفيقي، رفيقي. هنري، لا أظن أنهما قادران على مواصلة اللعب، يبدوان متعبين جدا. أدرك شعورهما. أستسلم، كنت محقا أيها الحذاء الأزرق، أنت الأفضل. هذا هراء أيها الحذاء الأحمر، أنت الأفضل بمراحل. لا، أصر على رأيي، أنت الأفضل. ربما نستطيع جميعا أن نتفق بأنه تعادل. تعادل؟ هذا يعني أن كليكما الأفضل. حقا؟ مرحبا. حين قابل هنري كرة القدم ضحك مع الجميع. حين قابل هنري كرة القدم التقى بأصدقاء كثر واستمتعوا كثيرا. هنري، أمي تناديني يا كرة القدم، علي الذهاب، سررت كثيرا بلقائك. وأنا أيضا، وشكرا لتحكيمك المباراة. على الرحب، طاب يومك. مع السلامة هنري. مع السلامة كرة القدم، أنا قادم أمي. عندما قابل هنري ببغاء. مرحبا يا ببغاء. مرحبا صديقي هنري. كيف حالك اليوم؟
أنا في أفضل حال، أجلس هنا محاطاً بكل هذه اللوحات الفنية التي تصور البحر. مرحبا. والرياح تداعب ريشي. الأمر يضاهي الوجود في البحر على متن سفينة قراصنة قبل 100 عام. هل حقاً يعيش القراصنة لأكثر من 100 عام؟ صحيح، في الواقع هنري يصادف اليوم عيد ميلاد 101. رائع، عيد ميلاد سعيداً. حتماً رأيت الكثير من الأشياء المذهلة في حياتك. هذا صحيح، اتبعني وسأريك أروع شيء على الإطلاق. كان جدي ببغاءً قرصاناً شهيراً وترك لي أثمن ممتلكاته. رائع، ما هي أيها الببغاء؟ أهي ساق خشبية؟ أم هي راية قراصنة؟ أم عصابة عينه المفضلة؟ إنه شيء أفضل من ذلك، خريطة كنز، وقد تقودنا مباشرة إلى كنوز مجهولة خبئت منذ قرون. أي نوع من الكنوز المجهولة؟ لا أدري، إنها مجهولة. ربما سنعرف ذلك إذا تبعنا خريطة الكنز. نعم، لكننا نحتاج سفينة قراصنة للعثور عليها، ولهذا لم أخرج للبحث عنها مسبقاً. لقد أوحيت لي بفكرة رائعة يا ببغاء، سأغدو قرصاناً وسنبحر على متن سفينة للبحث عن الكنز معاً. نعم، هذه فكرة مدهشة يا هنري. حسناً أيها البحارة، القبطان هنري يخاطبكم، ارفعوا المرساة وامسحوا كل الأسطح واستعدوا لتوجيه الدفة، فقد حان وقت الإبحار. جاهزون؟ أجل. أيها القبطان، علينا الاطلاع على خريطة الكنز بما أننا أبحرنا، لا نريد مصادفة وحوش بحرية ضخمة ومخيفة. تفكير سليم يا قرصان. حسناً، أي طريق ستأخذنا إلى الكنز؟ كما ترى أيها القبطان، نحن هنا وعلينا العبور من هنا مروراً بهذا الوحش البحري المخيف وصولاً إلى الجزيرة الصحراوية. ماذا قلت يا خريطة الكنز؟ لقد ذكرت شيئاً بصوت منخفض. هناك وحش بحري ضخم أمامنا. اتركوا السفينة. رجاءً لا تأكلنا أيها الوحش البحري. يا للهول هنري، هذا أسوأ عيد ميلاد لي على الإطلاق. عيد ميلاد؟ هل قلت عيد ميلاد؟ أجل، اليوم عيد ميلاد القرصان. عيد ميلاد سعيداً، أحب أعياد الميلاد، أشعر بالاستياء لإخافتك في يومك المميز. ماذا أفعل للتكفير عن خطئي؟ ثمة أمر واحد، نود الوصول إلى تلك الجزيرة هناك، هل يمكنك أن تقلنا؟ سأفعل أفضل من ذلك، تعاليا. شكراً أيها الوحش البحري الضخم، عيد ميلاد سعيداً. لقد نجحنا يا هنري ووصلنا إلى جزيرة الكنز، ويبدو أن هذه هي البقعة أيها الببغاء. نعم، هيا يا هنري لنحفر. ما هو يا هنري؟ الذهب أم الألماس؟ أفضل مما ذكرت يا ببغاء، إنها مفاجأة. إنها تجهيزات حفل عيد ميلاد، كان جدي يحب أعياد الميلاد. عيد ميلاد سعيدا يا ببغاء. هذا أفضل عيد ميلاد على الإطلاق. حين قابل هنري ببغاء ضحك مع الجميع، حين قابل هنري ببغاء التقى بأصدقاء كثر واستمتعوا كثيرا. هنري، أمي تناديني أيها الببغاء، علي الذهاب، لقد سررت كثيراً بلقائك. وأنا أيضاً، شكراً لمساعدتي على إيجاد الكنز. يا على الرحب أيها الببغاء. مع السلامة يا هنري. مع السلامة أيها الببغاء، أنا قادم أمي. عندما قابل هنري تمثالاً. مرحباً تمثال. مرحباً هنري. كيف حالك اليوم؟ نظراً لكوني عالقاً في هذه الوضعية منذ 4000 سنة، أشعر بالنشاط والحيوية. هذا أفضل. يا تمثال، لماذا يبدو كل شيء هنا عتيقاً للغاية؟ هذا لأن كل شيء في هذا المتحف أثري يا هنري،
تعال معي وسأريك. يبلغ عمر خوذة الفايكنج الأثرية هذه 1000 سنة. مرحباً يا هنري. يتجاوز عمر هيكل هذين الديناصورين 65 مليون سنة. مرحباً هنري. وكم يبلغ عمر هذا الإرث الأثري العتيق النادر؟ 500 سنة؟ أم 1000000 سنة؟ أم 10 مليارات سنة؟ هذا ليس من معروضات المتحف يا هنري، إنه مشغل الأشرطة خاصتي، يشغل موسيقى قديمة. ماذا كنت أقول؟ نعم، أحياناً يا هنري، يمضي علماء الآثار سنوات بحثاً عن الكنوز، ونادراً ما يجدون شيئاً جميلاً بقدر ما هو عتيق. انظر إلى الألماسة الزرقاء الأثرية. يا تمثال، بصراحة لا شيء هناك. ماذا؟ لا شيء هنا؟ أو لا، الألماسة الزرقاء الأثرية، أين ذهبت؟ هذه كارثة يا هنري. أوه مهلاً، هذا خطأي، كتب هنا أنه لم يتم العثور عليها بعد، يا لحماقتي. لو كان هناك عالم آثار يساعدني على إيجادها حتى نستمتع بجمالها الأخاذ. لقد أوحيت لي بفكرة رائعة يا تمثال، سوف أغدو عالم آثار وسوف أساعدك على إيجاد الألماسة الزرقاء. هذه فكرة رائعة هنري. أي طريق نسلك؟ قد ترشدنا طريق إلى الهلاك المحتوم، وأرجو أن ترشدنا الطريق الأخرى إلى الألماسة الزرقاء الأثرية مباشرة. هذه طريق أم هذه؟ أيها نسلك؟ أعتقد أن علينا أن نسلك هذه الطريق. لماذا يا تمثال؟ لأن في تلك الطريق كتلة صخرية كبيرة وهي متجهة نحونا الآن. يا للهول، لنهرب. مرحبا يا أبا الهول. مرحبا هنري. أشعر بالدوار. مرحبا أيها الهرمان. مرحبا هنري. أشعر بدوار شديد الآن. مرحبا أيتها النقوش الهيروغليفية. مرحبا هنري. علينا الإسراع هنري حتى لا تدركنا الكتلة الصخرية. أشعر بالغثيان. أوه لا، الطريق مسدودة. علي التقاط أنفاسي، أنتما سريعان جدا، آسف لإخافتكما، أردت إلقاء التحية. بالمناسبة أسقطت قبعتك. كنت تود إعادة قبعتي لي؟ لطف منك. شكرا سيد صخرة. لا بأس، كان تمرينا رياضيا مفيدا. سيد صخرة، هل تعلم مكان الألماسة الزرقاء الأثرية؟ بالطبع هنري، إنها أسفل قدميك. شكرا صخرة. العفو. أخيراً هنري، ها هي الألماسة الزرقاء الأثرية. عجباً يا تمثال، كنت محقاً، الألماسة جميلة للغاية. أتمنى تقول هذا لكل الألماسات الزرقاء الأثرية. كوننا عثرنا عليك، أتود العودة إلى المتحف ومقابلة بعض أصدقائي؟ أود ذلك يا هنري. مرحباً. حين قابل هنري تمثالاً ضحك مع الجميع، حين قابل هنري تمثالاً التقى بأصدقاء كثر واستمتعوا كثيراً. هنري، أمي تناديني يا تمثال، علي الذهاب، سررت كثيراً بلقائك. وأنا سررت بلقائك هنري. شكراً للعثور علي هنري. على الرحب، طاب يومكما أنتما الاثنان. مع السلامة هنري. مع السلامة، أنا قادم يا أمي. عندما قابل هنري جيتاراً. مرحباً يا جيتار. مرحباً، كيف حالك؟ أنا بخير، كيف حالك؟ أنا بخير هنري. 1 2 1 2 3 4. كان ذلك رائعاً أيها الجيتار. شكراً جزيلاً لك. لابد أن لديك ملايين المعجبين حول العالم أجمع. المشكلة يا هنري أن أهل هذه المنطقة
لا يقدرون الآلات القديمة أمثالنا. إنهم يودون سماع الآلات الموسيقية العصرية كآلتي المفاتيح العادية والكهربائية. طاب نهارك يا سيدي. لنحتفل، ما رأيك ها؟ أعتقد أنكم جميعاً رائعون، وأود أن أستمع إلى عزفكم في الحفلات. بالمناسبة، متى عرضكم الأول؟ أوه صحيح، عرضنا المقبل. كما ترى، نحن لم نعزف في حفل موسيقي منذ 40 سنة. هذا ليس لأننا لا نريد ذلك يا هنري. نعم، نريد ذلك، لكن ليس لدينا مغنٍ ليغني. أوحيت لي بفكرة رائعة أيها الجيتار. سأغدو مغنياً وأنضم إلى الفرقة لنقوم بتقديم عرضاً معاً. هذه فكرة مدهشة، وبالمناسبة هنري، إنه لباس جميل. شكراً جزيلاً لك. هل الميكروفون يعمل؟ أوبس، آسف. لا تقلق هنري، الآن عرف بنفسك، جميعنا معك يا فتى. ستحسن صنعاً هنري. طاب مساؤكم سيداتي سادتي. استمر يا فتى. أرجو أن تستمتعوا جميعاً بعرض الليلة. آسف، عبر وحسب، لا تهتموا إلي. عبر عن مشاعرك هنري، عبر عن مشاعرك. لنعزف موسيقى الروك أند رول. حسناً هنري، آن الأوان لتقديم الفرقة. حسناً أيها الجيتار، خلفي تماماً، المحافظ على الإيقاع، الغني عن التعريف، صاحب الإيقاع المذهل، الطب. وعلى يميني لديه 4 أوتار فقط، لكنه يصيب كل النوتات الموسيقية. إنه الجيتار الجهوري ذو الإيقاع المدهش. وأخيراً وليس آخراً في الصدارة هو الأعجوبة السداسية الأوتار، الجيتار. رائعون. هنري، لقد حان دورك. صحيح. بالتوفيق، غني من صميم قلبك الصغير الآن. أيها الجيتار، أعلم أنه كان يجدر بي ذكر ذلك سابقاً، ولكنني لم أغني أمام أحد من قبل. أنا متوتر بعض الشيء. لا تقلق أبداً هنري، الجميع يتوترون، الجميع هنري، حتى أنا أتوتر أحياناً. أبذل قصارى جهدك هنري، لأن المرح هو جوهر الموسيقى. شكراً لكم جميعاً. حسناً، سأبدأ. حين قابل هنري جيتاراً ضحك مع الجميع. حين قابل هنري جيتاراً التقى بأصدقاء كثر واستمتعوا كثيراً. ناديني أيها الجيتار، علي الذهاب. سررت كثيراً بلقائكم. وأنا أيضاً هنري، وشكراً لتقديمك عرضاً معنا. على الرحب، طاب يومكم. مع السلامة. مع السلامة، أنا قادم يا أمي.